السلام عليكم. احنا اليوم متواجدين في الهضبة السعيدة اي تبوك الناس، واليوم ماشي نوريكم الفيديو لطريق الرابطة بين الهضبة السعيدة وهضبة الوقت، يعني من اي تبوك الناس الى قلعة مكونة اللي كتعتبر اخطر طريق واصعب طريق في المغرب واعلى طريق في المغرب. كما كتلاحظوا ديك الجبال كاملة غنخترقوها، غنخترقوا سلسلة جبال مكون. دونك الطبيعة كاملة اللي كتشوفوها انخوات غنخرجوا في الصحراء، الصحراء الشرقية يعني ديال أقاليم وغزازات. إذا نحن الآن بالضبط في الهضبة السعيدة أو ما يطلق عليه رسميا أيت بوكماز، وعنتجه مباشرة واحد الفيلاج اللي جات حداها اللي اسمها تبنت. وهنا النصيحة اللي كننصحكم هو أنكم تقدوا مع هذا الفيلاج ما يلزمكم في الطريق، حيت فيها بزاف ديال الاختيارات متشري عكس المراكز اللي عجينا في الطريق، هي مراكز صغيرة ما يمكنلكش تجبر فيها كل ما تحتاجه. كنبقاو غاديين في هذا الطريق، وهنا كنبداو نصعدوا واحد العقبة قاصحة نيت وكتكون يعني عامرة ثلوج وتقدر تلقى صعوبات. نحن الآن على علو 2700 متر، 2705 بالضبط. كيفما كتلاحظوا الطريق كبدا تصعب بالضياق والثلوج، وكاين لو ريسك ديال الكليساج. يعني أنا عندي الطوموبيل أوتوماتيك، غنضطر ندوز للمود مانويل باش يكون التحكم أكثر سلاسة. كتلاحظوا الطريق جد ضيقة، هنا كاين واحد لو ريكس كتير ديال الكليساج، ربما كاع نوغلو، راه لو سين ديال الـ USB كيتشعل لي. هنا كنظن كاع الطريق ما مطلوقاش، لا وليدي جو بو با كونتينيي، وليدي لا منقدروش. علاش؟ انت بغيتي غنجيو يبقى عندك صعب نعيدها. باكتي هادي وصافي، هادا راه خصها كات كات. وليدي سبق لك الا انت كنت كدوزها فوق الثلج، ماشي بحال هادا. والله العظيم بعدا كنت وقفت كنت وحلت. لا ما خصكش توقف. والله ما نعرف زعما في يد الله، والله العظيم غير طلبوا اللاطف قسما بالله، والله ما كنكذب عليكم، والله العظيم كاين لو ريسك. زعما الدكسون كات كات سيبي لونطرا ما كفاش كنت سمعتي الصوت ديال الموطور بزاف كتسخن على الحديده وصافي. شي مساله ديال عاليه الوايد الوايد واش كيشدوا في الثلج. هو صافي خصكم تشرو كات كات اذا نبيعو. وخبرك كانت كتعلي السين ديال اليو اس بي وليدي؟ تا تا دوك سون كتشري شحال اللي كيعمل غير السيسبانس كنقول لك اش من السيسبانس. والله العظيم داكشي والله ما كنزيد فيه، والله العظيم داكشي كان تبصح، والله ما كنكذب عليكم، والله العظيم داكشي تبصح. قال لك سيسبانس مود مانيوال اوليدي وصافي. السين ديال الكليساج انها هي كترقلي، لان فيها واحد لو سبون يو اس بي هي اللي كتكون كترقلي الكليساج في العلو. عيدو تبارك هنا النوبيلة تخلي لك الشيك في شي لقطة وليدي تنحيدو الثلج ووقف. والله العظيم كتزيد بالدرع. زاكتيفي لو اس بي. مشي مشي معاه. لا هو تشوف في المعك.
كنبقاو صاعدين حتى كنوصلوا للقمه ديالها هي. دونك حنا كنتبعوا دابا حاليا الطريق هي تيزي نايت ايمي، ايمي العلو ديالها اللي كيبلغ 2900 متر. وبطبيعه الحال انطلاقا من هذه القمه يمكن لك ان ترى يعني الجزء الخلفي من جبل مكون اللي العلو ديالو كيوصل حتى كيفوق 4000 متر. طريق جد خاليه نكونوا واضحين. هنا كاين واحد البلاكه نشوفوا شنو فيها. من بعد كنبقاو نازلين 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 نازلين، طبيعه الحال كاين التواءات، اذا هنا خصك تحسن التعامل مع البلاكيطات ديال الفران حيتاش هابطه صحيحه. للاشاره الطريق وخا سمعنا مؤخرا انها تم التزفيت ديالها، راه ماشي كلها مزفته، كاين مقاطع مزفته وكاين مقاطع مازال محفره، ولكن يمكن اي سياره تدوز منها. هذه خطيره هذه خطيره. حتى كنوصلوا لواحد المنطقه اللي كنسميوها المرابطين. في هذه المنطقه للاشاره في هذه المنطقه عندك اختيارين، على الشمال ديالك كاين الطريق الى ليغوج مكون، دابا يكون عندنا ان شاء الله فرصه الوصول اليهم. على اليمين ديالك يمكن لك تتبع تقريبا واحد 500 متر وتلقى واحد الشاطو على الواد في واحد المنظر جميل اللي غنوضحوا لكم في هذا الفيديو. احنا كنوصلوا للشاطو جا على الواد، هو الاشاره في الطريق، جا في الطريق الى قمه جبل مكون، وهنا اللي هو يعني مثير وهو ذاك الكال ذاك العدانه وذاك السكون الواد حدا الشاطو، الثلج مياه يعني منظر رائع، وقريب الطريق يعني تقريبا شي 500 متر. اذا هذا هو المكان بالضبط اللي كنوقفوا فيه. بالنسبه لغورج مكون دونك يمكن لكم تمشيو في هذا الاتجاه هذا، هنا في هذا الاتجاه غورج مكون، والا درنا هكا في هذا الاتجاه هذا اللي يمكن لك توصل لذاك الشاطو، واللي الطريق هو في نفس الوقت الطريق المؤديه الى قمه جبل مكون. كنكملوا المسير ديالنا وكنبداو طالعين في واحد العقبه، ها هما تبعوها معايا. طبيعه الحال ديما التواءات وعقبه قاصحه، يعني الموتور خصو يكون 5-5، حتى كنوصلوا واحد القمه اللي كتسمى تيزي تيكدان، العلو ديالها 2700 متر. كنزلوا واحد النزله صغيره. حاليا في الهبطه ديال الطلعه الثانيه، هي الطلعه الاولى يعني ملي كتخرج من ايت بوكماس كتطلع 2900 متر وكتهود، عاوتاني كتبدا تطلع الطلعه الثانيه اللي فيها 2700 متر. حنا اللي حاليا دابا كيف ما كتشوفوا حنا هوادين فيها، كتبقى لنا عاوتاني غنطلعوا كيف ما كتلاحظوا، هذيك هي الطلعه الكبيره ديال 3000 متر، وهي اعلى طريق في المغرب، اعلى طريق يعني اللي عنده شي واحد مشاكل نفسيه يحس بضيق التنفس. خلي خلي تجي الفيديو. ماشي مشاكل نفسيه، وهي هي اللي جيتي كتشوف الحقيقه حتى مشاكل نفسيه، حيتاش كاين اللي عاد تهيأ له. دونك حتى الا كان عنده مشكل نفسي راه يبدا يحس مشاكل تنفسيه، قال مشاكل نفسيه. لا لا تبقى قف قف قف. وكنبداو عاوتاني طالعين، كنبداو عاوتاني طالعين طالعين طالعين، تبعوا معايا الطريق. دونك حنا كنشوفها لكم دابا بالتروادي، باغ لا سويت غنوريكم ان شاء الله لي فوتو ديالها. دونك ها هي، لاحظوا هنا درجه ديال الالتواءات. دونك حتى كنوصلوا لهاد القمه ديال الطلعه الثالثه، هذه هي قمه تيزي نايت احمد. هنا كيف ما كتلاحظوا فاش تيزي نايت احمد على نقطة طرقية في المغرب اللي العلو ديالو كيوصل 3005 متر. طبعا الحركة هنا باش كتصعد لها يعني خصو يكون عندك الموتور 5-5، ماشي سهلة، كتبقى طالع 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 طالع. كيف ما قلنا هذه الطلعة الثالثة اللي فيها 3000 متر.
من بعد هاد الكا بقاو نازلين نازلين نازلين، لاحظوا الخطوره او الدرجه ديال الالتواءات. الناس اللي عندهم مشكل في التنفس او ما مولفينش على الطرقات الجبليه طبيعه الحال يقدر يوقع لهم واحد الاختناق بسيط، نقص الاكسجين علميا كيبدا على علو 2400 متر. لا ينصح بالنسبه اللي عندهم مشاكل تنفسيه ولا ما مولفش مع الالتواءات ديال الطرقيه. دونك ملي كننزلوا طبيعه الحال كنبقاو نزلوا حتى كنوصلوا لواحد فيلاج ديال امسكار. هنايا جبت الاشاره لواحد جوج ديال الامور مهمه. اليمين ديالك يمكن لك تمشي لبعض الشلالات، ويمكن لك تمشي كذلك حتى قمه جبل مكون. كون هذه هي الطريق اللي كياخذوها صحاب تريب. قريه يلا كتنزل من في السفح ديال تيزي نايت حمد، هذا يمكن لكم تفطروا فيها. دونك هنا كيقدموا بعض الخدمات ولكن ثمن رخيص بالحق، يعني ماشي شي خدمات يعني. الطريق اللي فطرنا فيها بالضبط، حنا نقول لكم الدار هنا كاين في هاد الجهه واحد الشلال، حنا نوضع لكم الصور ديالو. غتبقى غادي واحد نص ساعه على يدك ديال اليمين ملي تكون جاي من ايت بوكماز. وهنا طبعا هاد الحال هاد الفيلاج ما عرفش الاسم ديالها بالضبط، لكن على اي نحنا نكتبوه. هنا يمكن لكم تستافدوا بعض الخدمات السكان، هي خدمات بسيطه ولكن كتفك بنادم في اطار الصعوبات ديال الطريق، وكيكون الواحد عيا. كاين اللي كتجي الدوخه، الطريقه كتجي فيها الدوخه بزاف، راه فيها التواءات كثيره. ها هو وهذا هذا هاد الدار هادي اللي كتشوفوها امامكم، هادي هذا هو اللي تهلا فينا مسكين. هادي راه فطرنا عنده فوطو نقول لك الكرم بعينه. وهنا كاين واحد المحل بقاله صغير. اذا نكمل المسير ديالنا في الطريق، كنبقاو غاديين 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 حتى كنوصلوا هنا لواحد المفترق ديال الطرق. هنا مفترق الطرق عندك اختيارين، الاول تمشي على هذا الاتجاه هذا على يدك ديال الشمال باش تشوف لي غورش ديال امشكاك ولي غورش ديال اغوتي، ولكن الطريق راها جد محفره يعني كيكون تماك الود. دونك هاد الطريق غير منصوحه بالنسبه للسيارات العاديه تقدر تحصل، سيرتو كاين داك الاتربه ديال الواد. الاختيار الثاني وهو الطلع في هاد العقبه كما كتلاحظوا، ناخذوا الالتواءات ديالها. هذا الجبل للعلو ديالو كيوصل حتى 2300 متر، يمكن لكم بطبيعه الحال تعتبروها الطلعه الرابعه. اخر طلعه او اخر عقبه في هذا الطريق هذه، اون فوا كتوصل كتبقى غادي. هنا الطريق كتولي سهله وكيولي عندك مناظر ديال الجبال عن بعد. تبقى غادي 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 حتى كتوصل الفيلاج ديال امشكاك. هذا على سبيل التذكير الناس اللي كانوا سلتوا الطريق على الشمال راه كيجيو من هذا الطريق هذه، دونك هادو هما لي غورج ديال امشكاك، ولكن اعيد لا ينصح بها بالنسبه للسيارات العاديه. هادو بالنسبه لي غورج ديال امشكاك هما هادو. دونك انت بالنسبه للناس اللي عندهم السيارات العاديه يمكن لهم يوصلوا حتى الفيلاج ديال امشكاك ويخليوا السياره ديالهم هنا عن طريق هذا الطريق هذه، ويتبعوا واحد 1 كيلومتر حتى كيلومتر ونص حتى جوج ويوصلوا لهاد لي غورج ديال امشكاك، ويشوفوهم بلا ما يجيو من هذا الطريق من هنا اللي كدوز في وسط الوادي. كنتبعوا المسير ديالنا، كنبقاو غاديين غاديين حتى كنوصلوا لفيلاج ديال بو طهارة. هاد الفيلاج بطبيعة الحال اللي كتعتبر ملتقى وادين، هذاك اللي بالاخضر، واد كيجي من المرابطين المنطقة اللي سبق ذكرها، واد كيجي بطبيعة الحال من مناطق ديال الشلال، ولكن عندهم واحد القاسم مشترك وانهم جوج بهم كينبعوا من القمة ديال جبل مكون. من بعد كتبقى الطريق سهلة، كتبقى غادي كدوز على هضبة الورود حتى كتوصل لمدينة او عاصمة الورود المغرب اللي هي قلعة مكونة.